السواك. السواك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسواك طبعا مهم جدا، نوه عنه سيدنا رسول الله في الحديث الشريف وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك بيتاخد أو يؤخذ من شجر دائم الخضرة، وتحديدا من جذور قطعة خشبية من الشجر ده الموجود بكثرة في شبه الجزيرة العربية، في المملكة العربية السعودية، وفي إفريقيا والهند وأمريكا. وطبعا ذكر السواك في الطب النبوي. طيب إيه هي فوائد السواك؟ من فوائد السواك المهمة جدا إن هو بيطيب الفم، وكمان بيشد اللثة، وكمان بيجلي البصر. مش بس كده، كمان ده بيصفي الصوت، وبيساعد على هضم الطعام، وبيسهل مخرج الكلام، كمان منشط للقراءة وللذاكرة وكمان للصلاة، وأفضل علاج لتسوس الأسنان لاحتوائه على مادة الفلورايد. لكن مش معنى كده إن إحنا ما نستخدمش الفرشة والمعجون، لازم نستخدمهم مع السواك.